هو يسأل يقول بالنسبة للوضوء بعض الناس يقول عندما يتوضأ يغسل كفيه في البداية ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه ثم يغسل يديه من الرسغ إلى المرفق ولا يعيد غسل الكفين هكذا ولا يعيد غسل الكفين مرة ثانية. هذا خطأ لأن غسل الكفين في البداية هذه سنة لو تركها الإنسان لا شيء عليه وضوءه صحيح. لكن غسل اليد بعد الوجه كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق هذا ركن لا يصح الوضوء إلا به. يجب أن تغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه وجوبا لابد أن تغسل كاملة. والغسل الذي كان للكفين قبل ذلك لا يغني عن هذا أبداً.